يعني هو قال لك انه ناوي يفتحني في الموضوع؟ شكله مستعجل قوي، مش بعيد بكره تلاقيه بيفتحك في الموضوع ده. طب وبعدين هنعمل ايه؟ احنا لازم نبقى مجهزين الرد. قولي له هفكر. هفكر انت اتجننت؟ هفكر دي هتديله امل جامد. انا هقوله ان انا ما بفكرش في موضوع الجواز ده نهائي، وانه زي ابويا. انا مش ممكن اتخيل انك تبقي مرات حد تاني غيري ابدا. الظاهر في حد بيراقبنا. وده مين ده اللي هيراقبنا مستمر؟ معرفش. تفتكر المعلم عدوي يشك في حاجه؟ ايه بس اللي هيخلي المعلم عدوي يشك؟ امال مين ده وبيعمل ليه كده؟ معرفش، انا خلاص ما بقتش عارف حاجه. كل اللي انا اعرفه دلوقتي ان احنا ما ينفعش نفضل هنا لحظه واحده. خلاص احنا اتفقنا. هتقول ايه المعلم عدوي؟ على فكره لو هو اللي بيراقبنا يبقى اكيد هيفهم ومش هيفتحني في الموضوع خلاص. ربنا يستر يا صفا. يلا يلا. يوسف ايه ده؟ ايه ده الصورة دي؟ الله، ده شكلهم نازلين حب في بعض. امال ازاي كنت بتقولي ان مفيش في دماغها غير الشغل وبس؟ ما اللي بيحصل ده ايه؟ ها؟ الله يعالج. وانا اللي كنت فاكر ان عدوي عينه منها وهي ما عندهاش مانع. عامل ايه يا معلمي؟ البت كانت حرصة قوي. المهم حد شافك وانت بتجري؟ عيب عليك، انا اول ما كشفت المستور قمت نطت في تاكسي وفريرة. طيب مش عايز كيداهم تعرف حاجة عن الموضوع ده ولا تشم خبر. معلمي انا مش تلميذ. الله يعال. حتة الواد المعفن ده هو اللي مال عنيكي؟ اه يا دنيا. لا، ما فيش رجاله يملوا عينيها ولا ايه؟